الهاي فولتج جنريتور مهمته الاساسيه هو to increase the output voltage from the auto transformer to KVP necessary for the X-ray production. زي ما كنا بنقول احنا لما بنيجي نعمل selection للكيلو فولت بيك في منتهى الصعوبه نعمل switching between 90 كيلو فولت بيك و100 كيلو فولت بيك. يعني بيبقى لما بعمل switching بالكيلو فولت بيبقى دايما السويتش دوت بيبقى التصميم بتاعه في منتهى الصعوبه عشان طبعا الاركينج وعشان بنتكلم على فولتجز عاليه جدا جدا جدا. فالاسهل ان احنا نعمل switching دوت في اللو فولتج سكشن وبعد كده باخد الاوتبوت بتاع اللو فولتج سكشن بدخله للهاي فولتج ترانسفورمر او الهاي فولتج جنريتور علشان يطلع لي الفولتج دوت للكيلو فولت بيك رينج اللي انا محتاجه. فالهاي فولتج جنريتور اللي بيعمل لي الكلام ده فيه ثلاث اجزاء اساسيه. اول حاجه الهاي فولتج ترانسفورمر، ثاني حاجه الفيلمنت ترانسفورمر، وفي عندنا مجموعه ريكتيفايرز علشان تعمل لنا ريكتيفيكيشن للفولتج اللي جاي لنا من المينز. فبيزيك بيبقى شكل الجنريتور حاجه بالشكل ده كده، بيبقى في عندي الهاي فولتج ترانسفورمر بيبقى ضخم جدا موجود هنا في البيز هنا كده، بيبقى في فيلمنت ترانسفورمر بيبقى اصغر شويه، بيبقى في عندنا مجموعه الدايوز اللي بتعمل ريكتيفيكيشن ممكن تبقى في النص هنا كده، ويبقى كل الكلام ده انكلوزد داخل اويل. بيبقى في عندنا بيسكلي يعني في عندنا نوع من انواع الزيوت العازله، يعني هدفه الاساسي ان هو دلوقتي انا عندي فولتج ترانسفورمرز بيبقى فيها فولتجز عاليه جدا، فلازم احط فيه عازل يبقى قوي بحيث ما يحصلش بريك داون ويعمل لي اركينج داخل الجنريتور. فالاويل الموجود ده هدفه الاساسي اكشوالي ان هو يعمل الكتريكال انسيوليشن، يعني يعزل عزل كهربي. بيسكلي لما بتكلم على يعني ممكن برضو ان هو من الفوائد الاخرى بتاعته ان هو بياخد الحراره اللي بتتولد في الجنريتور او في الترانسفورمر ممكن يعمل لها ديسيبيشن برضو، بس الهدف الاساسي بتاعه الكتريكال انسيوليشن. الهاي فولتج ترانسفورمر هو عباره عن ستيب اب ترانسفورمر في منتهى البساطه، بس لازم يكون ايزوليتنج ترانسفورمر. ايزوليتنج ترانسفورمر معناها ان عندي البرايمري والسكندري ما هماش نفس الكويل، زي ما احنا شفنا في الاوتو ترانسفورمر كان عندنا البرايمري والسكندري هم على نفس الكويل. هنا ما ينفعش يكون كده، علشان اخلي فيه عزل بالنسبه للجزء اللي فيه الكونسول، الجزء اللي هو اللو فولتج، ما يبقاش يعني في اوميك كونتينيوتي بينه وبين الجزء اللي فيه الهاي فولتج. فبيسك ده ستيب اب ترانسفورمر معناها ان هو التيرنز ريشيو بتاعته بتبقى عاده من 500 لواحد ل 1000 لواحد. لو 1000 لواحد معناها لو انا حطيت هنا في الاوتو ترانسفورمر حطيت 100 فولت، يبقى معنى كده هيطلع لي هنا 100 كيلو فولت. اوكي، فبالتالي احنا بنتكلم على ان مجرد بس ان هو بياخد الفولتج اللي جاي لي من السيلكشن بتاع الكي في بي اللي هو موجود في الكونسول ويكبره لي عشان يبقى هو ده الفولتج المناسب اللي هو يوصل في الاخر للاكس راي تيوب ويعمل لي الاكسبوجر اللي انا محتاجه.